في غزة يتعمق الجرح، الأيام لا تحمل سوى البرد والتشرد والجوع، والمجازر صارت أكبر من أن تحصى أو تعد، من شمال القطاع إلى جنوبه. المأساة تزداد على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي تبلدت مشاعره، وجيش الاحتلال المجرد من كل الأخلاقيات يتفنن في تنكيله بشعب أعزل لا ذنب له سوى أنه فلسطيني. ومن بين هؤلاء هند الطفلة ذات 6 سنوات التي رمت بما تبقى من إنسانيتها في بئر عميقة بعد أن ارتقت طيراً من طيور الجنة رغم كل الاستغاثات. ويبقى أبطال غزة أولئك الأطفال الذين تركوا أو تركوا وحدهم يواجهون الاحتلال وجيشه بعد أن فقدوا الأمل والسند والمعين. حلقة جديدة من غزة تحت القصف، فأهلا بكم. هي مشاهد العملية العسكرية التي هدد الاحتلال بشنها على مدينة رفح في جنوبي قطاع غزة، ينفذها فجراً على حين غرة من أهلها، مرتكباً مجزرة مروعة ضد المدنيين العزل والنازحين من الأطفال والنساء الفارين من جحيمه شمال القطاع إلى جنوبه، إلى هذه المنطقة التي أعلنها آمنة بداية الحرب. غارة جوية عنيفة طالت المساجد والمنازل المأهولة بالسكان، تزامنت مع قصف مدفعي مكثف من بوارج حربية حولت المدينة إلى حفرة من الخراب والركام، مخلفة حصيلة ثقيلة قاربت 100 شهيد وعشرات الجرحى والمفقودين. ما استوعبناش اللي صار، فجأة لقينا البيت كله واقع على الرؤوس اللي كانوا موجودين فيه، في حوالي 40 ل50 شخص موجودين فيه، نازحين وبيوت آمنين، أطفال، عجايز، ما ظلش حدا في البيت إلا استشهد. الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح وما خلفه من قتل وترويع وتشريد للفلسطينيين العزل أثار تحولاً ملفتاً في مواقف بعض حلفاء الاحتلال وقلقاً أممياً ودولياً، حيث أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل ودعم الأزمة الإنسانية في غزة، كما طلبت كل من وزيرة التنمية والتعاون البلجيكية ووزير الخارجية البريطاني بوقف فوري لإطلاق النار ودعم المدنيين الأبرياء، بينما أمر قضاة في محكمة الاستئناف في لاهاي الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء طائرات مقاتلة إلى إسرائيل بالنظر إلى انتهاكاتها للقانون الدولي. مناظر ألم تفوق الوصف وقلوب أثقلتها الفواجع وعيون تبكي أحباء كانوا هنا بالأمس القريب ونداءات استغاثة لا تسمع حية، آخرها نداء الطفلة هند الذي أطلقته وهي عالقة بين جثث أفراد عائلتها دون أن يتمكن أحد من الوصول إليها، فقد عثر عليها بعد 12 يوماً وقد فارقت الحياة. فالمأساة مستمرة والحرب الطاحنة تزلزل القطاع والاحتلال ماض في قصف مدنه جوا وبرا وبحرا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ويسرنا أن يكون معنا في الاستديو سيد سامي أبو شحاتة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني من الداخل. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي في حلقة مميزة من غزة تحت القصف لهذا المساء، خصوصا أن يكون معنا فلسطيني من الداخل. أشكرك أخي عبد الرحمن، لينقل لنا معاناة إخواننا الفلسطينيين من الداخل وما يمر بهم من حرب أخرى غير تلك التي يعاني منها الفلسطينيون الآخرون في المناطق وفي غزة. لعلنا نبدأ أستاذ سامي، يعني الوضع الفلسطيني يتفاقم يوما بعد يوم، كيف ترى هذا الواقع وكيف ترى تداعيات هذه المشكلة دوليا؟ أولا تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات أخي عبد الرحمن، ومبارك لأخوتنا بقطر الفوز في النهائي.
أخي ما يجري في غزة هو يعني معاناة مستمرة على مرأى ومسمع من العالم على ما يقارب 130 يوما. بالأمس حينما وصلنا الخبر عن 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 الطفلة هند بأنه يعني حتى الأمل الضعيف الذي كنا يعني نحيا من أجله وننتظر أن ربما يكون هناك على الأقل قصة تخفف من هذه المعاناة، وصل الخبر الصعب على قلوبنا جميعا. يعني أنا جزء كبير جدا من المشاركين في منتدى فلسطين، قيادات ومثقفين وكذا، يعني لم يستطيعوا أن يتمالكوا أنفسهم وبكوا. يعني هذه الأخبار اليومية عن المعاناة وعن الألم. طبعا مثل هند هناك آلاف الأطفال أخي، يعني آلاف هند، يعني نحن نعرف القصة بسبب يعني المحادثة الهاتفية المشهورة التي خرجت للإعلام، ولكن هناك آلاف الأطفال وهناك يعني معاناة يومية لكل أهالي غزة، ومن بقي حيا يعني يعاني أكثر. ولكن في نفس الوقت أخي عبد الرحمن، وليس من باب لا الشعارات ولا كده، صمود أهالي غزة أخي أسطوري. يعني دون شك المعاناة والثمن رهيبين، ولكن في نفس الوقت استطاعت غزة أن تفعل ما لم يستطع أن تفعل عدة دول عربية. أولا هذه أطول حرب في تاريخ إسرائيل، ثانيا إسرائيل أيضا تدفع أثمان يوميا، وثالثا ما زال هناك يعني مقاومة وصمود. ويعني هذا أمر أنا حتى بالتاريخ العسكري لم أقرأ على حالة مشابهة يعني مثل ما يجري الآن في قطاع غزة. الألم كبير جدا، المعاناة كبيرة جدا، ولكن أيضا حالة المقاومة والصمود يعني غير مسبوقة، غير مسبوقة. طيب أستاذ سامي، يعني الإعلام ينقل بشكل يومي وسائل التواصل الاجتماعي أيضا المآسي والمجازر التي تحدث في غزة، سنتطرق لهذا الجانب، ولكن لعلنا ننتقل بك إلى يعني الفلسطيني في الداخل. يعني هناك أيضا معاناة يعانيها الفلسطينيون في الداخل من فصل عن وظائف، من سجون، صحيح، من صحيح حرب نفسية، من يعني ممنوع حتى أن تصرح برأيك المحايد، حتى ممنوع أصلا أن تقول أنك تتألم على إبادة أبناء شعب. أخي عبد الرحمن، دون شك أن من يدفع الثمن الأكبر في هذه الحرب هم أهلنا في قطاع غزة، ولكن أنا أدعي أن هناك مئات ملايين البشر الذين يتألمون يوميا، ولا يتم تسليط الضوء، لأن الكاميرات لا تغطي. يعني أنا على قناعة تامة أن أهلنا وأخوتنا في قطر يتألمون يوميا لما يرون من الألم والمعاناة في قطاع غزة. هكذا كل الأمة العربية، هكذا جزء كبير من الأمة الإسلامية، هذا جزء كبير أيضا من أحرار العالم. أنت ترى عشرات ملايين البشر الذين يخرجون في المسيرات دعما للقضية الفلسطينية، كل هؤلاء البشر يتألمون يوميا. يعني دون شك هناك قتل للأجساد في قطاع غزة، وأكثر من 30,000 شهيد وعشرات ألف، ولكن هناك أيضا قتل للأرواح. أخي عبد الرحمن، كل هؤلاء الذين يتألمون لغزة ولفلسطين عالميا، في قطر وفي في الداخل وفي الخارج وفي الشتات وفي كل العالم، تقتل أرواحهم يوميا. وهناك أيضا أبعاد نفسية لهذه المعاناة أخي عبد الرحمن، حالة هذا الشعور الرهيب بالعجز والتقصير. يعني مهما فعل، حتى من يستطيع أن يفعل شيئا مهما فعل، لأنه لم يوقف هذه الإبادة ولم يوقف هذه الجرائم، يبقى مع شعور صعب جدا بالتقصير تجاه أطفال غزة وتجاه نساء غزة وتجاه طيب.
يعني المعاناة كبيرة طيب جدا. طيب أستاذ سامي، أنت يعني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني من الداخل، صحيح، ماذا يفعل هذا التجمع الفلسطيني من الداخل؟ يعني هناك أنا سأتحدث عن, 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 عن خطوات العملية التي قمنا بها، ولكن يجب أن نذكر أيضا يعني الجميع أنه حينما أعلن هذا رئيس الحكومة اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو الحرب، أعلنها على أربع جبهات أخي عبد الرحمن، على أهلنا في غزة، على الضفة، على الجبهة اللبنانية، وقال أن هناك جبهة رابعة هي جبهة الداخل، وهو قصد بذلك الفلسطينيون داخل دولة إسرائيل الذين نشكل 21% من سكان دولة. تخيل أنه أعلن علينا الحرب، ومن ثم لم يكتفي المجتمع الإسرائيلي، ليس الجيش، المجتمع، الناس العاديين المواطنين لم يكتفوا بالجرائم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا في غزة والضفة، وأصبح هناك عدوان علينا في كل مجالات الحياة. يعني يتم الاعتداء على النساء المحجبات في المواصلات العامة وفي الشارع وفي الحيز العام كونهم مسلمات بدون أن يفعلوا أي شيء. هناك فصل للعمال أخي، أعداد كبيرة جدا من العمال والموظفين، هذا بعد 7 من أكتوبر، بعد 7 من أكتوبر طبعا، ردة فعل عنصرية انتقامية أتت أيضا من المجتمع الإسرائيلي العادي ليس من الجيش. هناك عدوان على الناس في الشارع، هناك تم طرد مئات الطلاب الجامعيين أخي عبد الرحمن لأنهم كتبوا بوست إنساني. أنا آسف على المقاطعة أستاذ سامي، ولكن لصعوبة الاتصال من غزة معنا اتصال هناك نتعرف أكثر مشاهدي الكرام. هذا أهم صوت، هذا أهم قطاع صوت. غزة. صوت من غزة هو نعم أهم صوت. ينضم إلينا من هناك عبر هاتف السيد إياد القرة من رفح والكاتب والمحلل السياسي. أستاذ سيد إياد، يعني ما هي آخر التطورات لديكم؟ أنت في الميدان يعني الساعات الأخيرة، الكثير من التغير في الساحة هناك، فيليت أن تضعنا في الصورة الميدانية من الواقع الإنساني. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. الليلة الماضية كانت ليلة عصيبة وكانت يعني مأساوية، قد يكون هناك أحداث مشابهة خلال الحرب لكن كانت خاصة في مدينة رفح، نحن عايشناها عن قرب، قد نكون في نفس المنطقة التي تم استهدافها بالأحزمة النارية والغارات التي امتدت على مدار ساعات وأدت إلى ارتقاء ما يزيد عن 60 أو 63 شهيد في خلال ساعة واحدة فقط. خلال الليلة الماضية قصفت العديد من المساجد والمنازل على رؤوس ساكنيها، وأيضا غالبية من ارتقهم من النازحين الذين يقيمون في خيام أو في يعني عرائش من البلاستيك والنايلون، بينهم أشقاء وبينهم أطفال. وكانت ليلة يعني قاسية جدا، استهدفت فيها 4 سكنية كاملة خلال الليلة الماضية. طبعا هذا بالأيام الماضية، حتى إذا نكون على بينة خلال الأيام الأخيرة استهداف رفح بشكل يومي وخاصة خلال ساعات الليل، وأدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء. رغم أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي قال أو طالب المواطنين بالذهاب إلى منطقة رفح، لكن لحقهم غالبية من يرتقهم من النازحين، أن تعرف رفح مساحة محدودة ولا يوجد بيت ولا شقة، إلا قد يكون أحيانا يوجد في الشقة الواحدة 20 شخص وعائلات مختلفة، إخوة وأخوات وأزواجهم وأبنائهم. لذلك حينما يرتقوا هؤلاء تجد أن ضمن الشهداء تجد الأم والأب والأبناء، وقد يكون الجد والجدة والأبناء والأحفاد وهكذا، لأنه تعرف أن العائلات الفلسطينية متماسكة وفي حالة النزوح يكونوا متقاربين خلال هذه التنقلات. عوضا عن أنه الآن نحن نتحدث عن في ظل التهديدات الإسرائيلية عن حالة أيضا من النزوح من منطقة رفح إلى منطقة سواء غرب خان يونس أو منطقة مطرف المواصي أو المنطقة الوسطى، ومع ذلك الاحتلال الإسرائيلي ونتنياهو يهدد بأنه سيواصل العمل في رفح وفي المناطق الوسطى
من قطاع غزة، بمعنى أنه عمليا لا يوجد مكان آمن في غزة. أنا أعتذر أستاذ إياد على المقاطعة، ولكن أستاذ إياد يعني هنا تدور أخبار كثيرة حول تدخل عسكري إسرائيلي على رفح ومن غير قطاع أمريكي لهذه العملية، أمريكا ترفع يدها من هذه العملية، ربما يفتح المعبر، ربما يحدث ذلك. ما هي الأخبار لديكم؟ ماذا تسمعون أنتم في الأرض في الميدان؟ يعني ما هي الروح المعنوية لدى الإخوة هناك في رفح مع الاكتظاظ الكبير من السكان والنزوح إلى رفح من جميع غزة؟ أخي إياد تسمعني؟ نعم، أنت تتحدث عن تهديدات إسرائيلية. نعم. هذه التهديدات تتطال مساحة ضيقة، عمليا تتحدث عن ما يقارب 60 كيلو متر مربع أو أقل، 1.5 مليون مواطن فيها يعيشوا في هذه الظروف التي تتحدث عنها، وعانوا خلال الفترة الماضية من قسوة الأجواء الطقس الباردة. في ظل التهديدات الإسرائيلية لا شك هناك خشية من أن تقدم إسرائيل على ارتكاب جرائم إبادة حقيقية في وسط هذا التجمع البشري الهائل ومراقب. لكن بنفس الإطار هناك حالة أيضا بنفس الوقت يمكن أن نسميها للأسف يعني يمكن أن نسميها حالة معايش الموت، حتى أحيانا يعني نكون أكثر دقة في التوصيف. نعم، حالة من الصمود أو حالة من التضحية، لكن بنفس الوقت هناك حالة معايشة مع الموت. أنت تتحدث عن مئات الشهداء يوميا، وهذه الحالة موجودة في رفح في مدينة غزة. من مدينة غزة يتحرض إلى إبادة جماعية حقيقية، تحدث عن 50 شهيد بالأمس في مدينة غزة لوحدها غرب مدينة غزة، تم العثور عليهم بعد أن أغل الجيش الإسرائيلي في منطقة المطار ومنطقة تل الهوى والشيخ عزيمين ومنطقة الجامعة. اليوم هو ذاته يحدث في مدينة رفح بنفس الشكل في حال شن عملية عسكرية. أينما تطأ الدبابة الإسرائيلية سيكون هناك سقط لأجساد النساء والأطفال والمواطنين. أنا يعني قد يكون التلفزيون القطري أو الفضائيات نقل أحيانا بعض الصور لمعاناة الناس. أنا أتحدث عن لا تجد شارع في مدينة رفح تسير فيه إلا تجد مئات العائلات على الأرصفة. على الأرصفة تتحدث عن 3 متر في 2 متر، هي عبارة عن خيمة يقيم فيها كل عائلة ملاصقة للأخرى على مدار شوارع رفح جميعا، لا تكاد تجد فيها مكان، عوضا عن المخيمات التي تمتد إلى مسافات. بالأمس كنت في منطقة تعرف بقرب من المخازن الوكالة في مدينة رفح. أنت تتحدث عن على مدى البصر تجد مخيم من الخيام والنيلون يمتد. كيف تتحرك هذه الآليات وتتعامل حينما تطلق رصاصة واحدة الليلة الماضية، حينما تم فتح المباني، شظايا الصواريخ 16 كانت تصل إلى مسافة تتجاوز أحيانا 5 متر، تصيب الأطفال والنساء في مراكز الإيواء، لذلك كان هناك عدد شهداء كبير. أستاذ إياد، يعني أنت كاتب ومحلل سياسي، يعني ما هو السر؟ أنت موجود على الأرض وفي الميدان، ما هو السر؟ يعني الناس يتساءلون، أنا أتساءل أيضا، ما هو السر وراء الصمود القوي والعقيدة التي يحملها الشعب الفلسطيني؟ يعني من أين يتغذى هذا الشعب الذي مقطوع عنه جميع وسائل؟ يعني لو كان الهواء يقطع لقطع عنهم الهواء. ما هو السر؟ يعني ماذا ترى بعينك كونك محلل سياسي؟ والله أرى أحيانا يحدث نقاش مناسبة حتى داخلي هنا، تتعجب من حالة المعايش. هناك حالة من الصبر، حالة من التحمل، يعني بمعنى أحيانا تصل إلى درجة اللي بيستشهد له ابن بيقول لك الحمد لله في عندي واحد. الله. هناك تستمع أنه والله واحد راح بيته بيقول لك المال معوض. تلاقي واحد مش لاقي كيس طحين بيقول لك الحمد لله اليوم لقيت رغيف. هذه حالة يعني حالة من الصعب بصراحة، يمكن يعني وصفها بالكلمات، وتشعر وكأنه ربنا يلهم هؤلاء الصبر والصلة. رغم أن تتحدث أحيانا حينما تتحدث مثلا أنه يقطع مسافة كبيرة حتى يحصل على الماء، يصطف في طابور ليدخل قضاء الحاجة،
رغم ذلك تجد انه بالاخر بيقول لك فيش امامي خيارات اخرى. هو يعرف جيدا انه اسرائيل ايضا هي لا تترك حاله وسبيله، بمعنى انه بالنتيجه سواء كان دجر او لم يدجر اسرائيل هي ماضيه في سياستها وفي استهدافها. وهو يرى انه اسرائيل تقتل الاطفال والنساء بلا حساب، خطوره مفتوحه، دماء لا تتوقف. فهو يجد انه من الاولى ان يتعايش مع هذا الظرف ويرفض كل اساليب اسرائيل. لذلك هو يتعايش بتقدير فيصبر اكثر. الثاني حاله طبعا مستمره هي من ليست وليده في اللحظه. هو عايش حروب 2014 حينما تحدث مثلا عن احد ابناء الذي تجاوز 14 عام، عايش عمليا السنوات او 15 عام 2008 و2012 و2014 و2021 وقبليها 2018 في فتره العوده، واليوم يتحدث عن 5 شهور في حرب 2023 24. يعني ماذا ستكون النتيجه؟ ستكون حاله يعني حاله صعبه، لانه بالاخر اسرائيل هي التي تمارس القتل والارهاب. وانا دائما اعتقد انه اسرائيل حينما تعتقد انه هي بهذه السياسه قد تردع الفلسطينيين تكون هي مخطئه. بالعكس، انا اعتقد انه هي تخلق جيل جديد قد يكون اكثر صلابه من ذلك. لذلك الجيل الحالي هو جيل 2014 اللي كان عمره 9 سنوات و10 سنوات، اليوم عمره 20 او كان عمره. السيد اياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي من غزة، شكرا جزيلا لك. ونعتذر لمشاهدينا ربما لسوء التواصل والاتصال من غزة، أنتم تعلمون جيدا حال الحرب هناك. ونستكمل مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ سامي. أستاذ سامي، أنت سمعت يعني سبحان الله، يختلف لما عندما يكون هناك اتصال مباشر من الميدان يكون له واقع مختلف على المستمع والمتلقي. طبعاً طبعاً. من فيديو ولو كان مسجل قبل دقائق. أستاذ سامي، الله سبحانه وتعالى يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أنت من الداخل، ما هو الألم الإسرائيلي والخسائر التي يعاني منها الشعب الإسرائيلي وكذلك الحكومة؟ أولا أخي عبد الرحمن، دعني أبدأ بتحية يعني أهالي غزة وأطفال غزة ونساء غزة. تعرف كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يقول على الفلسطينية شعب الجبارين. إذا كان في جزء من شعبنا يستحق هذا اللقب بجدارة، هذول أهلنا في قطاع غزة. صحيح. المجتمع الإسرائيلي والدولة في إسرائيل تدفع أثمان وتدفع أثمان كثيرة جدا وعلى عدة مستويات أخي عبد الرحمن. أولا على المستوى الاقتصادي، إسرائيل يوميا تخسر ما يقارب 1 مليار ريال قطري كل يوم منذ بداية الحرب، لأن إسرائيل هي دولة اقتصادها قوي وتضررت في المستوى الاقتصادي على عدة مستويات. أولا جزء كبير من الاقتصاد الخدمات المتعلق في سوق البناء والعمل في الزراعة والعمل في المصانع وتصليح السيارات والمطاعم، كل هذا الجانب الاقتصادي كان يحمل العامل الفلسطيني من غزة أو الضفة أو القدس أو الداخل. نعم، الحرب أخرجت مئات آلاف العمال بشكل فجائي من سوق العمل. سوق البناء في دولة إسرائيل توقف عن العمل. هذا هو يعني العجل المحرك الأساس لأعمال كثيرة جدا، يعني كل ما يتعلق في سوق العمار. وهناك أيضا أبعاد نفسية صعبة جدا، وهناك أيضا ثمن يدفعه الإسرائيلي أيضا يعني هو أصغر بكثير مما يعني تدفعه غزة على مستوى الأرواح، ولكن يوميا هناك أيضا قتلى للجيش الإسرائيلي، هناك آلاف الجرحى. المنظومة الصحية في دولة إسرائيل تقول أنها لم تعد تستطيع التعامل مع كل هؤلاء، وهناك حتى أمر يعني تم تغييبه تماما، ولكن الحديث عن أزمة كبيرة جدا لجهاز الصحة النفسية في إسرائيل، لأن آلاف الجنود يخرجون مع يعني
تراوما صعبة جدا ولا يستطيعون العودة إلى الحياة، ويخرجون ويتعاملون مع أسرهم بعنف شديد ومع أطفالهم بعنف شديد لمشاركتهم بهذه الجرائم وبهذه الحرب. هناك أيضا ثمن للتعليم في دولة إسرائيل الذي تأخر فترة، للتعليم في الجامعات الذي تأخر فترة طويلة، يعني جزء كبير جدا من الحياة اليومية تم تأجيلها لفترة طويلة. لم يتوقع أحد أن تستمر الحرب كل هذه الفترة. هناك مئات ألاف أخي عبد الرحمن، هذه أول مرة منذ نكبة عام 1948 مئات ألاف الإسرائيليين نازحين لا يستطيع العودة إلى بيته، لا في منطقة غلاف غزة ومنطقة الجنوب ولا في منطقة الشمال. مئات ألاف، هناك نصف مليون إسرائيلي تركوا البلاد في الأسابيع الأولى من الحرب، وهؤلاء أيضا يعني هناك يعني أيضا أثمان كبيرة جدا دفعتها إسرائيل، وهناك أيضا أثمان على المستوى العسكري وعلى المستوى الاستخباراتي. إسرائيل بسبب ما جرى في 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر ستضطر إلى تغيير كل قيادتها السياسية والعسكرية والاستخباراتية. هناك أبعاد كثيرة جدا لهذه الحرب. نحن يعني طبعا الألم الأكبر والمعاناة الأكبر هي في غزة وفي الضفة واتجاه كل ما هو عربي، ولكن أيضا إسرائيل دفعت ثمنا باهظا في هذه الحرب. طيب أستاذ سامي، يعني أنا أكرر أنك يعني من الداخل، ولذلك نريد أن نرى الصورة من الداخل بكل وضوح. تخرج مظاهرات في إسرائيل لوقف الحرب لما تتعرض له إسرائيل من خسائر وضغوط وهذه بالأساس يقودها عائلات الرهائن والأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، وهم يريدون وقف الحرب من أجل أن تكون هناك صفقة تبادل الأسرى، وهم مستعدون لدفع ثمن هذه الصفقة. المشكلة هنا من يعطل وقف إطلاق النار، ومن يعطل أي اتفاقية إنسانية، ومن يعطل يعني تبادل الأسرى حتى الإسرائيليين، هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يدير هذا الملف بحسب مصالحه السياسية الضيقة ومصلحته هو في البقاء في الحكم. نتنياهو يعلم أنه مباشرة مع وقف إطلاق النار سيضطر للخروج للانتخابات لأنه فقد الشرعية تماما في الشارع الإسرائيلي، لأنه يعني منذ قبل الحرب كانت لديه ملفات فساد وإلى آخره، وطبعا الحرب هذه قضت على أي نوع من الشرعية التي كانت لديه، ولذلك هو يعني يستغل كل هذه المعاناة الإنسانية من أجل أن يبقي على نفسه في الحكم. فيعني أنا باعتقادي من يتحمل المسؤولية المباشرة على كل هذه الجرائم هو رئيس الحكومة الإسرائيلية. طيب أستاذ سامي، يعني هل يعقل رجل واحد والجماهير والأحزاب في إسرائيل تدعو لوقف الحرب ورجل واحد رأيه أهم وأقوى، كيف يكون هذا؟ لا للأسف أخي عبد الرحمن، الموقف لوقف الحرب هو موقف مؤقت ولا يأتي من موقف إنساني من أجل معاناة الفلسطينيين أو قتل الأطفال أو بطلب وقف جرائم الحرب. هذا الموقف هو بشكل مؤقت من ناحية الشارع الإسرائيلي حتى تتم صفقة تبادل الأسرى فقط، ولكن بعد ذلك هم مستعدون للعودة إلى الحرب. يعني للأسف أخي، وهذا من أكبر التحديات الموجودة أمامنا الآن خاصة في الداخل الفلسطيني أخي عبد الرحمن. يعني نحن نسأل أنفسنا يوميا، طب نحن نحمل برنامج سياسي إنساني ديمقراطي مبني على أسس العدالة والمساواة وقيم حقوق الإنسان للجميع. طيب من هو شريكنا في الطرف الآخر في هذا المشروع؟ كيف يمكن أن نفهم هذا المجتمع الذي كانت لديه هذه الحالة البشعة من الإجماع على مثل هذه الجرائم اليومية؟ كيف فقد هذا المجتمع إنسانيته لدرجة أنه ليس فقط لا يطالب بوقف قتل الأطفال والنساء، بل تراهم في الإعلام الإسرائيلي يتنافسون
من يأخذ موقف أقل إنسانية وأكثر تطرفا؟ وهذه أسئلة يعني كبرى لدينا نحن خاصة في الداخل الفلسطيني. أنا تسأل طب نحن نريد أن يكون هناك الخير للجميع، من هو شريكنا في الطرف الآخر؟ وهذا أمر بالفعل يعني مقلق ومؤلم، لأنه نحن لا نريد أن نصل إلى وضع فقدان الأمل، لأن هذا سيدمر كل شيء. جميل جميل. يعني بالرغم من كل هذه المعاناة وبالرغم من كل هذا الألم وبالرغم من كل هذه الأثمان، نحن نريدها أن تكون الحرب الأخيرة أخي عبد الرحمن. لا نريد المزيد من الحروبات، نحن كل الفلسطينيين تعبنا من الحروبات، تعبنا من سفك الدماء، تعبنا من الدمار، تعبنا من كل هذه المصائب. وبطبيعة الحال هذه حال الإنسان يسعى إلى الأمن والسلم إلى ما ذلك. مشاهدين الكرام، نتوقف الآن لنستمع إلى صوت من نجا من الحرب والقتال والقتل في مجازر الساعات الماضية. طالع من هنا بتروا على الأمان، كل لقينا ما نتقاوى في حاجة في المدرسة في شيء، لأن وضعنا صعب، إحنا وضعنا صعب، طلعنا تحت القصف، الدار ما خلوش حاجة. وين نروح فيه؟ والله ما نعرف وين نروح فيه. بنروح في يوم 4 الفار، مش عارفين وين نروح ولا وين نيجي. بنزغل بالمكان لمكان، بالمكان لمكان. أصعب شيء عدم الاستقرار في هذه الحياة والحرب. والله أصعب حاجة هي الحرب. خايفين بس ان شاء الله ما بصير. نتمنى المصريين يعني انهم ما يقبلوا في الاشي هذا، انهم ما يفتحوا الحدود ويطلعونا على سيناء، لانه احنا ما بدنا نطلع، احنا بدنا نضلنا في بلدنا. بدون سابق انذار وبدون حاجة نزل صاروخ والدنيا كلها صارت دخنة، ما فيش حد بعرف حاجة، وفي بنت استشهدت غير الإصابات الموجودة. النازحين عنا فوق 60 شخص، أكثر من 60 شخص في رفح من بداية 7 أكتوبر حتى الآن. لم يتوقف القصف نهائي على مدينة رفح، القصف في كل مكان، سواء شرق رفح وغرب رفح، حتى في الأماكن المكتظة. ما بنفطن إلا الغارات، الحين إحنا مسكين الطنيات والأطفال وبنجري، ما بنفطن إلا الغارات في كل منطقة، فوق 17-18 غارة، نروح شمال لاقي غارة، نروح يمين لاقي غارة. Thank you.
رجعنا مشاهدي الكرام لاستكمال ما تبقى من برنامج غزة تحت القصف مع الأستاذ سامي. الأستاذ سامي، اليسار الإسرائيلي الذي كان يطالب قبل 7 أكتوبر بمطالب إنسانية، بالديمقراطية، كان يتحدث عن الديمقراطية أخي، اختفى هذا الصوت؟ ليس فقط يعني بعد 7 أكتوبر اختفوا، رأيتهم يعني بشكل سريع جدا ينخرطون في الجيش الإسرائيلي وينضمون إلى هذه الجرائم البشعة التي نراها ونسمع عنها يوميا. يعني وهذا أمر يعني بالفعل رهيب، الجميع يسمع عن جريدة هآرتس في إسرائيل التي تعتبر إنسان. أنا قبل يعني أسبوع شاركت في مؤتمر في تل أبيب أعلنت عليه جريدة هآرتس مع جمعية حقوق المواطن، سمته مؤتمر حقوق الإنسان. ذهبت لأرني هذا المؤتمر لعل الواحد يعرف يعني يرى يعني بصيص نور في كل هذه الظلمة. للأسف أخي، للأسف حتى في هذا المؤتمر الذي يعني كان عنوانه حقوق الإنسان لم تذكر غزة ولا معاناة أهالي غزة، إلا حينما خرج رئيس لجنة المتابعة للفلسطينيين في الداخل الأخ محمد بركة وتحدث عن الموضوع. يعني هذا المجتمع أنا باعتقادي لا يمكن فهم، هذا مجتمع مريض، يعني خاصة هذه الحالة الأولى في التاريخ الإنساني. شعب الذي بنى كل روايته التاريخية وكل يعني قراءته لذاته على أنه يعاني من اللاسامية والعنصرية والهولوكوست وكل ذلك، موجود الآن يحاكم أمام محكمة العدل الدولية على قيامه بجرائم إبادة. لا توجد حالة تشبه مثل هذه الحالة. الأمر يعني هذا يمكن فقط أن يكون مجتمع مريض أخي. هل نستطيع أن نقول أستاذ سامي أن أكبر خسارة لدولة إسرائيل الصهيونية هي كشف الغطاء المزعوم عنها بإنسانيتها وكذا أمام الغرب دون أو شك. المجتمعات، أنا أقصد لا أقصد الحكومات، لا دون شك أنا باعتقادي سيكون هذا الثمن الأكبر الذي سيدفعونه أمام المجتمعات وأمام الحكومات، لأن محكمة العدل الدولية هي ما زالت تعمل وستخرج بتقارير وستخرج بأرقام وستتوضح الصورة لهذه الجرائم البشعة على مرأى ومسمع كل العالم، الحكومات والجمعيات الحقوقية والشعوب. وهذه أول مرة من المتوقع أن تدفع إسرائيل حتى لو يعني ثمنا بسيطا على كل هذه الجرائم. هذا ومن هذه الأثمان أن العالم الآن رأى الحقيقة بأن هذا المشروع هو مشروع عنصري قائم على الفوقية اليهودية، لا يتعامل مع كل البشر على أسس المساواة، وليس لديه أي إيمان جدي بقيم العدالة وحقوق الإنسان، وهو مجتمع عنصري وهو سيدفع في نهاية الأمر ثمن عنصريته. في ختام هذه الحلقة كلمة تحب أن توجه، خصوصا أنك يعني زائر لنا في ختام هذا البرنامج. أنا أخي يعني أريد أن أرسل يعني رسالة يعني فخر واعتزاز لأهلنا في قطاع غزة، وأنا أعتذر لهم حقيقة عن عدم مقدرتنا أن نفعل المزيد من أجل أن نرد على استغاثة هند وآلاف الأطفال مثل هند. نحن نتألم لما يجري في غزة، نتابع، قلوبنا مع أهلنا في غزة، عقولنا مع أهلنا في غزة، ضمائرنا مع أهلنا في غزة، والجميع يشعر في التقصير، ولكن مع هذه الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة لم نستطع أن نفعل أكثر مما يعني فعلناه حتى الآن. أتأمل أن يكون لنا دورا أكبر بكثير مع أهلنا لدعم أهلنا في غزة في يعني في المرحلة القريبة، وحقيقة يعني نعتذر لهم على هذا التقصير. السيد سامي أبو شحادة، رئيس المجتمع الوطني الديمقراطي من الفلسطينيين من الداخل أو الداخل الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، إذن وصلنا معكم إلى ختام
هذه الحلقة التي سلطت الضوء فيها على آخر التطورات بشأن العدوان على قطاع غزة. شكرا لكم على طيب المتابعة، لكم مني ومن فريق العمل كل التحية والتقدير، وإلى اللقاء.